ياسين جزار صاحب شركة تكنوتك. نعم. شركة تكنوتك تأسست من حوالي 15 سنة حوالي 2003 بسوريا. نعم. باشرت في اسم تكنوتك، بعدين انتقلنا الإمارات سنة 2011. نعم. أسسنا شركة تكنوتك اس واي في رأس الخيمة. شركة تكنوتك بعدين بال 2003 أسسنا 2013 أسسنا في دبي جنوب فري زون منطقة حرة في دبي. شركتنا هي شركة أجهزة أمنية وكاميرات مراقبة وأجهزة إنذار. نحن خدماتنا، نحن شركة مختصة في الأجهزة الأمنية وكاميرات مراقبة، عندنا موقع أونلاين على الإنترنت تكنوتك يو اي اي، بيقدم أفضل المنتجات بالأجهزة الأمنية وكاميرات المراقبة والأكسس كنترول والخدمات الأمنية بشكل عام. طبعا إحنا شركة مرخصة من شرطة دبي في تجارة الأجهزة الأمنية. صراحة في الإمارات في تسهيلات كبيرة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، في دعم حكومي خاص بهالموضوع، سهولة فتح الرخص، سهولة مزاولة النشاط بشكل سلس. هناك في قوانين مطبقة على الجميع بسهولة وسلاسة. صراحة نحن في تواصل دوما مع الشركات الكبيرة بالنسبة لأحدث الأجهزة الأمنية في المنطقة، دوما منتابع ما هو جديد في عالم الأجهزة الأمنية، ما هو الشيء اللي البلد بتطلبه من أجهزة أمنية. الحين المستقبل كله للأجهزة الأمنية. صراحة كل الناس تتطرق لموضوع الأمن والأمان وموضوع الكاميرات اللي هي لازم تكون موجودة في كل مكان، تحقق استقرار بالنسبة للحكومة، بالنسبة للأفراد، بالنسبة يعني من أكبر شخص لأصغر شخص. تكنوتك شركة تقدم، نحن أحيانا نقدم حلول ذكية بالنسبة للأجهزة الأمنية وبالنسبة لأحدث موضوع بالنسبة للمراقبة. هلأ حاليا نحن شغالين على تطوير برامج معرفة الشخص في أي مكان موجود عن طريق بصمة الوجه، وهناك سيرفرات ضخمة تعمل على هذا في هذا المجال، وحاليا شغالين فيها وننسق ان شاء الله مع جهات حكومية بالنسبة لهيك مواضيع. بالإضافة عن احنا موقع اونلاين لتجارة الأجهزة الأمنية عن في دولة الإمارات، سهولة التوصيل لأي مكان في العالم بفضل وجود بنية تحتية شغالة 24 ساعة. بالنسبة للمطار المكتوم شغال 24 ساعة، مطار دبي لا ينام إطلاقا، ميناء راشد شغال 24 ساعة، إمكانية تخليص البضائع في أي وقت، يوم عطل يوم الجمعة الساعة 12 بالليل، في أي وقت شغال البنية التحتية، المطارات شغالة، الجوازات شغالة، تخليص البضائع عن طريق الأونلاين، تصدير البضائع بسهولة عن طريق الأونلاين. فاتجاهات الحكومة بفضل يعني حكامها والسياسة الرشيدة أدت إلى ثورة في موضوع التطبيقات الذكية للحكومة الذكية. النظرة المستقبلية هي أنا خبرتك إنه موضوع التطور في البلد ماشي بمراحل مستقرة، ويوم عن يوم في عنا أشياء جديدة عم بتصير في البلد بالنسبة لتجهيزات لمعرض 2020 إكسبو دبي. مد البنية التحتية راح توصل لدبي جنوب اللي هي منطقة حرة، المترو راح يوصل لمطار المكتوم، في توسع كبير بالمباني الموجودة في المنطقة اللي احنا فيها اللي هي الفري زون دبي جنوب دبي ساوث، وكل ما يعني البنية التحتية بتكون أكبر كل ما بكون في فرص عمل أكبر، كل ما بكون في هناك
بيئة خصبة لموضوع تطور التجارة. استعداد شركة تكنو، نحن اخترنا دبي بالذات يعني لأنه صراحة دبي هي صارت براند عالمي ككلمة دبي. يعني لما بتخبري أي شخص في أوروبا في آسيا في أمريكا دبي فورا بيعرفوا أنه دبي هي أكبر شيء، أكبر برج في العالم، ثاني أكبر برج في العالم عم بيصير، أكبر ميناء في العالم، ثاني أكبر مطار في العالم، فأي شيء هو أكبر شيء في العالم. فدبي هو قالوا أنه دبي هو براند عالمي. فنحن عندنا شركة في الصين، فلما نحن أعطيناهم شركة دبي كانت الموافقات في الصين على فتح شركة جديدة أسهل، لأنه دبي نحن هي براند. فكل الناس بيقول لك دبي، يعني حتى في هيك طرفة صغيرة صارت معي، نحن في عنا منتجات حصرية لشركة تكنوتك، فالشركة اللي في الصين اكتشفنا أنه هي عم تورد للإمارات، فخبرونا قالوا لنا أنتوا لا أنتوا في دبي، نحن وردنا لليو اي اي. فهي دبي داخل اليو اي اي، فأنا مفكر أنه اليو اي اي لحال ودبي لحال. فخبرتك أنه كبر دبي يعني اسمه كبير صراحة، ونحن معتمدين على الاسم. يعني الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة بده يعني يحتاج إلى موضوع، أول شغلة دراسة السوق بشكل جيد، معرفة القوانين والنظم، لأنه دولة الإمارات هي دولة مؤسسات، دولة أنظمة وقوانين، لازم الشخص يكون ملم في الأمور القانونية الموجودة داخل الدولة، يعرف الهدف الموجود، يتأكد تماما أنه في بنية تحتية قوية جدا بالنسبة للشوارع، الجسور، المستشفيات، أقسام الشرطة، خدمات الهاتف المحمول، خدمات الهاتف الأرضي، القوانين اللي حطوها الشيوخ الإمارات الله يحفظهم ويطول بأعمارهم، كل هدول بيساووا بيئة خصبة لأي عمل. بس بيصير في موضوع في ناس تقول لك احنا مثلا فشلنا، الفشل بيأتي من عدم الدراسة لأي مشروع. بس لما واحد بيدرس موضوع الإمارات بشكل تمام بيعرف شو تحتاج البلد، لازم يكون على طول البلد دولة الإمارات هي دولة مفتوحة، هي دولة فيها تسهيلات كتير كبيرة، فاللي ما بيعرف يعني شو هو الجديد، شو هو الأحدث شيء موجود، شو هو التطور، أكتر شيء متطور لازم يكون معه. إذا ما ساوى تطور في شركته سواء كان شركة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة راح ينتسب. هو موضوع الأمن والأمان أنا عندي إياه في موضوع أنا شخص إحنا موجود عندنا شركة في الصين، فموضوع الأمن والأمان الكبير موجود في الإمارات، أنا لدرجة السيارة عندي أحياناً ما بقفله، باب البيت ما بقفله، يعني ما شرط إنه يعني أحط سبع طاقات. وفي شغلة كتير يعني أنت بتعدي من أي بنك بالإمارات ما بتلاقي حديد على الوجه، بتلاقي زجاج. ففي موضوع أمن أنا بعتبر إنه الناس بتخاف تعيش برا، فبتجي للإمارات تطمئن تماماً، تطمئن على عيالها، تطمئن على أي شيء موجود. صدقاً إذا بتحطي أي شيء تعيفي الشبابيك السيارة مفتوحة، مو ما حدا بيقرب على أي شيء. فهي يعني توجهات القيادة الحكيمة، توجهات الشيخ خليفة، الشيخ محمد بن زايد، الشيخ محمد بن راشد الله يطول بعمارهم. في قوانين الناس كلها ماشي عليها، ما في فرق بين مواطن ومقيم، كله تحت ظل القانون، كله تحت قانون واضح، القاضي ما بيميز بين وافد ومقيم ومواطن، كل الناس تحت القانون، فهذا الشيء بيشعر في الأمان أكثر. القوانين واضحة، الدولة هون دولة مؤسسات، دولة قانون، كل الناس لازم تعيش تحت قانون واحد، فالناس كلها بتشعر بأمن وأمان مع اختلاف الجنسيات والأديان والأعراق والألوان والأشكال والأحجام. يعني أنا صدفت مرة طلعنا في مصعد في البزنس باي، صدقا في أكثر من سبع دول، يعني اكتشفت أنه أنا قاعد مع سبع دول في مصعد واحد.
في الفرنسي، في الألماني، في الفلبيني، في العربي، في العربي من كل الجنسيات، وكله متفاهم مع بعضه لأنه في قانون كل مش عليه. فلما بيكون في تمايز هون، لا هون ما في أي تمييز بين أي اثنين، وين في المطبق القانون صح هو اللي مع القانون بغض النظر مع مين ما كان يعني. فالأمور تعطي أريحية، تعطي أمان، تعطي طمأنينة، تعطي استثمار صح للبلد. إحنا يعني رسالة شكر هي شغلة كتير يعني قليلة قدام الجهود اللي عم يقدموها الشيوخ والمسؤولين عن قيادة الإمارات، البلد الرائع يعني صراحة، بلد يعني فيه كل مقومات النجاح لأي إنسان، سواء كان من أصغر موظف لأكبر مدير، سواء كان يعني الجماعة شغالين بأمور جدا ممتازة يعني ماشيين على الطريق الصحيح، بس ولكن كل الأمور بدها وقت لحتى تمشي. ما في شيء بيمشي بيوم وليلة، لازم البلد تمشي بموضوع يعني خطة ثابتة، ما بس تكون في خطة عشوائية، والبلد ماشي في هالموضوع إن شاء الله الأمور إن شاء الله الأحسن. والله أنا عندي يمكن هيك سر بهالبلد، أنا كلمات الشيخ محمد بن راشد بشوف بين السطور تبعيتها مشاريع، فهو بي يعني صراحة بيعطينا الأمل في هالموضوع. فلما بيحكي عن أي موضوع نحن ناخذ بين السطور في مشاريع، بين السطور في أفكار. علمنا دوما نكون رقم واحد لأنه الرقم اثنين ما حد بيعرفه، فهو الرقم واحد هو بالفعل هو المعروف، ما حد بيعرف الرقم اثنين، بيعرفوا أول شخص طلع على الفضاء، بيعرفوا أطول برج في العالم، لأنه يعني في أبراج كتير، بيعرفوا أطول برج في العالم، برج واحد، في أكثر من آلاف الأبراج، بس بيعرفوا البرج رقم واحد. فهي اللي إحنا يعني نقتدي بهيك قادة يعني أقوياء في هالموضوع.